المغزلات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد كما العاده، فيديو بكل طاقه ايجابيه، بكل فرح وسرور، دائما نشاط نشاط مع اسماء. مهم الغزلات ديالي اليوم جيتكم بواحد الفيديو، البارح ما حطيتش لكم البنات لاني كانوا عندي ظروف وكنت مريضه. مهم الغزلات ديالي اليوم جيتكم بهذا الفيديو، قلت اليوم ما نفلتش، اليوم نخرج واحد واحد نص ساعه بحال هكاك، ربع ساعه، المهم على حساب الفيديو شحال غادي يدي، ونطلع على الحبيبات ديالي، على الكبيدات ديالي اللي كيدخلوا عندي من الانستغرام ولا اللي كيدخلوا عندي من الواتساب. فين كما حطيتيش توحشناك. مهم الغزلات ديالي الله يحفظكم ليا ونجيكم ليا. مهم الغزلات ديالي اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي هو جد مهم، وكانت سولتني عليه المتتبعه ديالي، اللي هو البنات اللولب. اللولب البنات باش ما تحمليش، كيفاش هنا؟ واش كيتخلص واش ما كيتخلصش؟ غادي نعطيكم جميع الاجوبه على هاد الاسئله ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غادي نجلس غنشوف فين كاينه الاضاءه البنات، لان هنا راكم عارفين هنايا باقي ما صاوب ليش وما هداش راجلي الله يصاوب ليا هنايا هاد غير هاد الويكاند هذا. غادي نزيرو باش البنات يعلق ليا الطريه، لان هنا الاضاءه عندي ناقصه. وقيله غادي نجي نجلس هنا وغادي نهضر معكم ان شاء الله باش نبان لكم مزيان وفي صوره جيده، وما نديرش لكم البنات القنطه. المهم خليكم معايا الغزال. انا جيت دابا وجلست هنا باش تعطيني الاضاءه حيت الضوها هو فوق من راسي. المهم الغزالات اليوم غادي نهضروا على شبيغل، سميتها شبيغل بالالمانيه، الا بغيتو يعني تمشيو تطلبوها كتبوا هاد السميه فوق، سميتها شبيغل، لولا سميتو شبيغل بالالمانيه الا نطقتها مزيان. المهم الا ما نطقتهاش مزيان صحوها ليا، وبالنسبه للبنات يكتبوها لتحت باش الاخوات اللي ما كيعرفوش يكتبوها هكا مساكن باش يعقلوا عليها. المهم البنات هاد اللولب هذا البنات هنايا في المانيا السيستم ديالو ماشي بحال فرنسا وماشي بحال اسبانيا وماشي بحال باقي الدول. هاد شبيغل هذا اولا هاد اللولب هذا هنايا البنات غير باش نقول لكم بالنسبه اللي عنده السوسيال جوب سنتر ولا عنده فونغيلد، اللي عندها جوب سنتر اولا فونغيلد غادي تمشي تمشيو الى بغيتوها كتمشيو لديك الجمعيه اللي كتاخذوا منها الزروره، اللي كتاخذوا منها الزروره بحال مثلا افو، بزاف د الجمعيات انا ما كنعرفش سميتهم، عارفاهم فين جاوا لكن سميت ما كنعرفهمش، بحال افو فين كتمشي تاخذي الزروره ديال الوليد ديالك ملي كتكوني حامله وعندك 4 شهور، غتمشي لدوك الجمعيات البنات كتمشي كتطلبي لهم كتقول لهم بغيت اللولب. هما البنات اللي عندها فونغيلد وجوب سنتر، هادو جوج سوسيال، هادو سوسيال كيقول لهم هنا السوسيال اللي داخل في السوسيال، البنات كيعطيوهم ليكم فابور، كتمشيو عندهم تما مثلا الافون كتقولي لها انا بغيت هاد شبيغل، كتقول لك هالوريقات وانا ما عارفاش البنات الوراق وما دايرهاش، انا غير الصديقه ديالي قلت لها فسري ليا باش نفسر المتتبعه تسولوني. كتمشيو عندهم كتقول لهم انا بغيت شبيغل، كتقول لك واخا، كتكتب لك كتقول لك هالوراق اللي خاصينك واللي خاصينك واللي خاصينك، وكدير معاك الوقيته اللي كتمشي لعندها. فاش كتمشي لعندها البنات وكتجيب لها دوك الوراق صافي كيشوفوهم كيقادو ليك الدوسي ديالك، من بعد كيقولوا لك غادي يصيفطوا لك بغيف للدار. ملي كتوصلك ديك البغيف للدار ديك الساعات عاد ديك الساعات ملي كيردوا عليك راه كيقولوا لك واش غادي تجي تاخديها. مهم فاش صافي فاش كتاخديها البنات دابا غادي نمشي معكم المرحله ديال الطبيب. فاش البنات كتمشيو فاش كتمشيو البنات وكتاخدوها كتاخدو ديك شبيغل، دابا كتجي لمرحله الطبيب. شبيغل ها نتوما خديتوها فابور بالنسبه للجوب سنتر وفونغيلد، كنقولها وكنعاود لكم باش ما تبقاوش جابوني في لي كومونتير، ضروري تصنتوا لهذا الفيديو مزيان 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 الا بغيتوا تستافدوا. مهم الغزالات ديالي مهم الغزالات بالنسبه ملي كتمشي للطبيب ملي كتشدي ديك شبيغل كتمشي للطبيبه ديالك اللي متبعه عندها اولا اي طبيبه بغيتيها او اي طبيبه عجباتك، كتمشي عندها كدي هذيك كدي هذاك اللولب باش تصايبوا لك، غتقولوا لي واش بالفلوس واش فابور كيفاش غدير كيفاش شنو. هنا البنات راه كيديروه بالفلوس، بالنسبه للدكتوره سميره راه كديروه ب 120 اورو، وإلا بغيتو البنات يديرو معاك بالطريطات راه كيديرو معاكم بالطريطات، فهمتوا؟ إلا بغيتو يقسموهم لك على ثلاثة راه يقسموهم ليكم على ثلاثة، تبقاي مثلا كل شهر تعطي 50 ولا 60، المهم إلا مشيتي عند طبيبة أخرى تقدر تطلب لك 180 أورو، كل واحد وشحال كيطلب. مهم بين مهم بين هذه وهذه، اللي كيعرف الدكتورة سميرة وبغات ديرو تمشي عند الدكتورة سميرة كديرو ب 120 أورو، 120 أورو وإلا بغيتي تعطيها لها تقسيمات غير شوية بشوية تعطيها لها، بغيتي تخلصيها كاملة كتخلصيها كاملة، فهمتوا الغزالات؟ بالنسبه غتقولوا لي واش شنو اللولب اللي زوين، واش اللولب ديال الهرمون او لا اللولب الاخر العادي. اللي غنقول لكم الغزالات ديالي انا يا الصديقه ديالي نصحتها الطبيبه باللولب ديال الهرمون، وعاوتاني الغزالات ديالي كل واحد والجسم ديالو
كل واحد معاه. مهم انا الصديقه ديالي اللي قالت لي، قالت لي الصديقه ديالي ان الطبيبه نصحتها دير اللولب ديال الهرمون، لان اللولب فيه وفيه، فهمتوا، فيه الهرمون وفيه العادي. هذا الشيء اللي قالت لي الصديقه ديالي، وكانت قالت ليها ديري ديال الهرمون. انت غتشاوري مع الطبيبه ديالكم، من الاحسن تمشي عند الطبيبه اللي متبعه معها، لانك تكون عارفه عليك كل شيء، وكتشاوري انت وياها وهي كتقول لك وكتنصحك. يعني حنا ما غنطيرو حتى نطيرو، بنتي كتبكي، غنطيرو البنات حنا حتى نطيرو، وما غنعرفوش بحال الدكتور اللي محفي راسو. وبغيت نعطيكم حتى واحد النصيحه، ما تبقاوش ديروا شي حاجه من راسكم، راه الطبيب منين يقول لكم شي حاجه ديروا بها، راه حنا ما غنعرفوش. المهم الغزاله ديالي، وبالنسبه لي غادي تقول لي انا ما عنديش السوسيال، اولا ما داخلاش في السوسيال، اولا مازال كنقرا وراجلي هو مازال كيقرا وما عندناش حنا المعاونه حاليا، كيفاش غادي ندير، شنو غندير، شنو غديروا الغزالات؟ ما عندكم ما ديروا، اللي ما عندوش سوسيال راه كيشري بالفلوس. وهي دايره تقريبا، هي هاد اللولب هذا البنات داير شي 200 اورو، 200 اورو تقريبا، شي 200 اورو البنات اللي داير. بالنسبه اللي عنده الورق ديال الطاليان او اللي عنده الورق ديال اسبانيا يقدر يديرها في اسبانيا ويهني الراس، لان هنا غاليه. وبالنسبه اللي غادي تقول لي الكينه نتاع الولاده البنات هنايا غاليه بزاف بزاف، هنا البنات غاليه الكينه، الباستيه ديال الولاده غاليه البنات هنايا في المانيا مقارنه مع اسبانيا. فهمتوا الغزالات ديالي؟ لهذا كلشي كيتهرب انه يدير داك اللولب، وداك اللولب اللي بغيت نقول لكم هو اللي عنده السوسيال كياخذوا فابور عن تجربه صديقه ديالي، وهي اللي عطاتني هاد المعلومات وبغيت نهضر لكم عليه. هذا هو الموضوع اللي البنات بغيت نطرق ليه معكم، اللي حنا لاننا حنا النساء كنحتاجوا هاد الشيء. هذا راكم عارفين، حتى الناس مساكن اللي باقيين جايين جداد، اللي ما عارفينش، اللي ما عارفينش السيستم كي داير، اللي ما عارفينش البروغرام هنا في المانيا كي داير، راه كنقول لكم الغزالات بان اللولاب راه تقدري تاخذيه الى عندك جوب سنتر ولا عندك فونغيلدا الغزالات ديالي. المهم هذا هو الفيديو اللي كنت بغيت نحط لكم وحمستكم عليه، ونتمنى هذا الفيديو انكم تبارطاجيوه البنات، تبارطاجيوه في الفيسبوك، في الانستغرام، باش الناس كاع يستافدوا، باش تكبر العائله ديالنا الزوينه، باش تولي كبيره الغزالات. مهم البنات غيعذروني هاد الايام، لان الابنه ديالي مسكينه تهرست من يديها، راه داكشي باش ما حطيتش لكم الفيديو ديال البارح، وان شاء الله غير تصبروا عليا، راه انا ما كنغبر على الشاشه والا كيكونوا عندي ظروف اللي ما نقدش انني ندير فيديو. انا ما كنبغيش نغبر على الكبيدات ديالي، وما كنبغيش زعما نخلي واحد الفراغ في اليوتيوب، كنبغي دائما ندير لكم فيديو، دائما ندير لكم فيديو، لان حتى هذه راه خدمه، حتى هذا راه مشروع، هذا اليوتيوب هذا راه واحد المشروع اللي هو بلا فلوس خاصك تخلي له عباده. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات، وهذا الفيديو جيتكم ليه خفيفه ظريفه على قلوبكم، بغيت نوصل لكم هذه المعلومه هذه. وان شاء الله قولوا لي البنات في الفيديو الجاي شنو بغيتوا ندير لكم، شنو بغيتوا نصايب معاكم، شنو هما الفيديوهات اللي كيعجبوكم، شنو بغيتوا اسماء تعطيكم. نتمنى البنات بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، لايكاتكم لايكاتكم البنات، ما تبخلوش عليا بكومونتيراتكم الزوينه، راه هذوك الكومونتيرات راه بيهم باش انا غاده، وما كنبغيش نحبس كومونتيراتكم الزوينه. ما تبخلوش عليا، اللي تفرجت في الفيديو تكتب لي كومونتير، ولايكاتكم البنات ما تبخلوش عليا باللايكات، اللي تفرجت تخلي اختها لايك باش القناه كتطلع، باش كتبان عند الناس الاخرين اللي مازال ما كيعرفوش القناه ديالي. المهم الغزالات ديالي، نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى هذا الفيديو يكون نال احسانكم، يكون تكونوا استفدتوا منه، ومحليكم حتى الفيديو جديد.